فما حوار قعدلك في مخك منشوف لي حل حوار اي كلمتين هكا كلمه فازه هكا سيكونس هكا قعدت في مخك ضربه مازلت تو تتذكرها ولا جيت ديرنييرمون كي شفت حاجه قعدت ننسى برشا حاجات خات كي نبدا لك انا نقول لك وي هنا انا يا راني راني فجيت من الشكشوكه يا نانا شو تجاوبني تيخز عليا تيز هزك القهوه وجيب قهوه اخرى يا نانا ما فماش كارت اليوم فماش كليونيت اليوم منين نجيبهم لك يا نانا كليونيت عليهم برا وكعمك الصيدق يعيشك يا نانا يعيشك انت ربي يخليك ذكريات حلوه وذكريات مزيانه معاك انا من نحمل معاك كان كل ذكريات جميله كل ذكريات حلوه خليني نقول كلمه في حقك من جينيراسيون لجينيراسيون مش بالسهل انه نتعاملوا مع بعضنا فما برشا صعوبه خصوصا وانه نحن معناتها كيما نقولوا في نفس العمل ودي بارتنير كبار مع بعضنا يعني 75% من خدمتي تلقاها معك اي فوالا اما انا الحقيقه نتاع ربي كلمه حق نقولها في حقك كامراه يمكن تكون اكبر مني اكثر قدر مني ما حسيتش منك قله احترام ما حسيتش منك حاجه قلقتني كنت بمثابه ام وكنت بمثابه اخت ليا انا هنا الشيء هذايا نقدره ونحترمه خاطر انت تعرف لي نحنا ساعات يجيك ممثل اكبر منك في العمر تلقاه يبدا هكا ماذا بيه يحب كان يدومين ويحب يقزمك ويحب يحقرك ويحب يعمل عليك ستار انت كنت بالنسبه لي انا الام حتى ساعات تبدا عندي مشكله ندخل تسمعني تحل معايا مشاكلي اليوم تتكلمني كي نروح بتشوفني ايش عملت تهز لي المورال كنت بالفعل ام وانت ديما تقول لي انت كوثر وانا عندي بنتي كوثر وربي فضلك كوثوره ونحب نقول لك شكرا 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 امال بكوش على المحبه عايشك شكرا على تواضعك على الكلام اللي عسل شكرا خاطرك انت كبيره كبيره في نفسك عايش فبالتالي كبيره في داخلك عايش ونتمنى اني نكون تعلمت منك عايش كيما انا توا كيجيني ممثل صغير نحاول كيفاش نحتويه ونعلمه ونحطه على السكة الصحيحة شوف يا كوثر الدنيا هذه اللي ما يتواضعش ويحط الناس كل متاعه وقرابله وكيما ولاده ولا كيما اخواته شعملنا باش نجموا نعملوا فن ما نجموش يزمنا نحبوا بعضنا يزمنا نعاونوا بعضنا يزمنا ننصحوا بعضنا وكيما نجم ناخذ نصيحه منك انت اللي هي بنتي معناها لا شك فيه اي معناها ناخذوا نعطيوا مع بعضنا والدنيا فين يا الدنيا كلها ذكريات كيما تو نتفكروا ذكريات سي صلاح الدين السيد الله يرحمه وينعمه الراجل الطيب زاده اللي بهو عملنا الاسم هذا وعملنا معناها مسيره فنيه لاباس بها ربي يرحمهم اللي ماتوا ربي يشفي اللي مريض وربي ان شاء الله يلمنا يلم الشمل نتاعنا في عمل درامي ممتاز ان شاء الله بقدره الاله نانا باش تقعد تفطر معانا مما لا شك فيه وباش نحبك تقعد معايا في الدرساج وخليني شكر وعرفين مانيش عارفه كيفاش باش نشكرك يا لكن اسمح لي باش نجي نبوسك من راسك انا نقول ربي يعطيك على قد قلبك عايشك عايشك عايش منك انت شفت ستوري البارح شفت ستوري بتاعي ايش فيها في الـ في الـ في الفيسبوك في الانستغرام فيها ماما زمنها جايه عينيها كلها دموع عايشك يا خاطر فضلك خاطر اللي عملته معانا كاميرا كبيره ومراه قديره ما نجمش انا نخمنو مما لا شك فيه بيشتغلبني العبره ما شفت ستوري تاع ماما زمانها جايه بعد شويه شنو اللي عبوا الحاجات اللي جبتهم لي